فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول إنه ليس في الصلاة سكوت، فلا بد أن يقرأ شيئا من القرآن أو يذكر الله. نعم، ليس في الصلاة سكوت، ليس في الصلاة سكوت، يشغله بذكر الله، يشغله بذكر الله. من قال أن الصلاة فيها سكوت؟ إلا السكتات التي يستعيد فيها نفسه، أو السكتة التي يستفتح فيها بعد تكبيرة الإحرام، السكتات الواردة هذه ثابتة. أما السكوت الذي لا حاجة إليه فلا سكوت في الصلاة. نعم.